من فضلك خدي بالك في أنواع كتيرة من الزيت والسمنة في السوق النهاردة، من فضلك استشيري دكتور عن الأصناف المناسبة ليكي ولعيلتك، وبعد كده من فضلك جربي الأصناف دي المستوردة والمحلية، وقرري بنفسك واختاري المنتج الصحي اللي تحسي إنه مريح للمعدة، طازة، ما بيعملش ريحة ولا دخان، ويخلي طعم كل أكلك حلو. من فضلك خدي بالك.